حدثنا علي: سمع أبا بكر بن عياش، حدثنا عبد العزيز: لقيت أنسًا حاء، وحدثني إسماعيل بن أبان، حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال: خرجت إلى منى يوم التروية، فلقيت أنسًا رضي الله عنه ذاهبًا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي